سياق الحديث مع سيمون الأشياء قبل كل شيء نرحب بضيوفنا الكرام وبنوابنا الكرام اللي يمثلوا الشعب التونسي وبعد تعليق كلمات الأخ قالت إحنا ما عندناش نواب مسؤولة مثل سيادة عن نواب يمثلوا جيراننا إن شاء الله قريبا أو في الأيام القادمة يكون لنا نواب. نحن أنا كمحمد فاضل كاتب وشاعر وعضو اتحاد الكتاب التونسيين، ولكن أنا ممثل، أنا كاتب عام حركة تونس للإرادة بسيادة، وإن شاء الله الأحزاب البوليكية تكون متكونة هنا في سيادة، وإن شاء الله يكون لنا مستقبل الناس البوليكية ويكون لنا نواب في المستقبل في أمور الشعب ونتكلموا على سيادة، وعلاش لا الأحزاب الأخرى والأحزاب البوليكية. ولكن في سياق الحديث هذا ما تصبو إليه صيادة ويصبو إليه شباب صيادة، أنا أتكلم عمري 7 عام وشفت كيفاش قبل كانت صيادة فيها الفلاحة وفيها الصناعة التقليدية وفيها وكان الشباب متاعنا يتشرط يا يمشي للفلاحة يا يمشي للنبل يا يعمل صناعة تقليدية يا يمشي للبحر، لكن ذهبت الأشياء هذه كلها وبقى لنا كان البحر. ولكن البحر بحكم أنه يوم يوميا ويتبدل يوميا وصعوبات أكثر يوميا، كنا نصحوا بياسة صقالة لنا نجيب 200 كيلو عود، اليوم نمشي 200 كيلو متر ونجيب كيلو عود، غير بحر السوسو كيتبدل، البحر اللي مزيف اليوم اللي ملوث اليوم من حميص حتى الغلبة هو بيتمون، يعني العود نتاع الخليج المسكين الله يكون يولد هنا ويبيض هنا ويتكون هنا يكبر هنا ثم يمشي للاعماق ثم احنا نصطادوا، لكن اليوم ما عادش فرصه مليئه للميه، ما عادش في البنيان اليوم كله ملوث، والشباب اليوم يسرح ويعمل لك صار 100 وارماتوره 60 مليون 70 مليون 80 مليون يسرح على طول يجيب كيلو سبارس يجيب قنيطه، ما عندوش تشجيع ما فماش تشجيع، شنو يجي عامل لي قفه او حكه طماطم كل يوم يسرح ويجيب كل فلوس حكه ما يجيش حتى كيلو، لو كان البحر كان جينا معتنين به وكان فماش تلوث وكان الارماتوره معناها كبيره وتسمح له باش يمشي للاعماق وكل شيء ما يتشجع الشباب، اليوم الشباب اول تشجيع نتاعو هو نخسر فماش فلوكة طرف هكا ولا هكا يحرم بها طريق وهكا هو، احنا نحبوا نحلوا الحكايه ما نحبهاش تطور الحكايه، نحب اولادنا يتطوروا عليا، انا يوميا خايف على اولادي وذاك خايف على اولادي وذاك خايف على اولادي، ويجي وقت العشية ما تلقاش ولادك ترجع تقول صحيح هو في المدرسة هذا هو شيء حق وما ادري شنو جرى، احنا ماذا بينا البورت نتاعنا يصلح ويتوسع ونلقاو في مكان ويجي الشباب ويرى التشجيعات وكل شيء يولي يستثمر ويولي يخدم ويعطي تشجيع، شكرا بارك الله فيكم ومرحبا بكم. هذه صح صفات